حلقة اليوم عبرة لكل مراهقة ولكل أب. موضوع الليلة جد حساس وتطيح فيه معظم الشابات، صداقة ثم إعجاب ثم حب، ومن بعدها كتكون الثقة العمياء، ثقة اللي ما كتخليكش أنك تفكري في غدا أشنو إذا مثلا هاد الشخص قال لك بسلامة، أو الأخطر من هذا شنو إذا هاد الشخص كيهددك بتصاورك معاه اللي يقدروا يخرجوا على حياتك أو ممكن غالبا على مستقبلك. لكل شابة مراهقة حلقة اليوم إهداء خاص لك، أيضا لكل أب اللي خاص ضروري تسمع محتوى هذا الفيديو باش ما تكونش سبب في أنك تضيع بنتك. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، أموركم هانية كيف دائما وأبدا. إذا كنت جديد على القناة سنقول لك مرحبا بك، وإذا كنت من أهل الدار فالدار دارك. خلوني ما نتعطلش عليكم أكثر ونقول لكم لنبدأ. كتقول عفراء كاسم مستعار اللي اختارته لنفسها، انا ابنه حي شعبي اللي غادي ندوز طفوله جد عاديه، ما محرومه ما مظلومه، كبرت وسط عائله مغربيه محافظه، وانا صغيره كنت قريبه من والديا، ولكن ما حدي وانا تنكبر تنحس بواحد النقص تجاه الاب ديالي، بمعنى انا تنكبر وهو تيبعد، لدرجه انه كان بعض المرات كتشدني الغيره من علاقه صاحبتي مع باباها، كيفاش كيتعامل معها؟ الصداقة اللي بيناتهم كأنه صديقة، كانت كتشاركو كل شيء. الأب ديالي كان غير غادي وتيبعد عليا، في الدار كيقيل يغوت وكينقر على أي حاجة غير يدخل الكوزينة وأنا فيها ديري هادي ديري هادي، وكيبقى كيغوت. المهم كانت ما بيناتنا مسافة، أما ماما فكانت قريبة مني. نبدأ لكم من البداية، القصة ديالي كتبدأ معايا في سن المراهقة ديالي لما كانت عندي 14 سنة، اللي فيها غادي نتعرف على ولد جيراننا اللي كانت عنده أنذاك 26 سنة، كانت كتربطنا علاقة صداقة عادية، فبدينا كندوي في فيسبوك من موراها غادي نتبادلوا النوامر ديالنا وغادي تطور العلاقة ديالنا. أنا ذاك ما كنتش تنفكر لا واش خدام لا واش كاين شي مستقبل، فهذيك المدة سأخرم به وغادي نتشبت به، وما كانت تيبان لي حتى شي حد من غيره، كان بالنسبة لي وسادة اللي كنت كنتكى عليها، اي حاجه بسيطه ضرتني كنمشي كنعاودها ليه، كنت محتاجه لشي حضن او بالاحرى فراغ حضن ديال الاب ديالي، ولقيته هو. كل ما بغيت نتلاقى به كنت نقول لدارنا انا خارج عند صاحبتي او لا فاش ما تنكونش قاريه، لمده 3 سنين وانا معاه في علاقه اللي من خلالها وقعوا بزاف ديال الاغلاط، كنا مره كنتلاقاو في مكان عمومي، مره كنتلاقاو في مكان خالي، المهم كنت كنخليه انه يتجرأ عليا. خلال هذه المده وقعوا ما بيناتنا اتصالات نوعا ما ماشي مزيانه وصور كذلك اللي كنت كنصيفط ليه، كان هذا الانسان مأكد ليا بلي وانا معاه راني في امان وبلي عمره ما يقدر يأذيني. درت 18 سنه خديت الباك تسجلت في الجامعه وحنا باقيين مجموعين مع بعضنا، كانوا تيطراو خلافات ولكن عاديين، عمري تخيلت انني نعيش بلا به، هو الوحيد اللي كان تيبان ليا لدرجه عمرني تخيلت ولا حطيت في بالي غادي يجي واحد النهار اللي نقدروا نتفرقوا فيه او لا خاصني ندير شي احتياط ديالي معاه. المهم غادي تجي خدمه في واحد المدينه شويه بعيده وغادي نسني معاهم واحد الكونطرا اللي كتسمى بالسيديدي، بمعنى غير مده وغادي يحبسوا. انا غير شفته بدا كيكون في راسو، اقترحت عليه انه نقولوها لدارنا ونتوكلوا على الله، شحال غادي نبقاو بحال هكا؟ درت 20 سنه من مور خلافات اللي كنقر عليه فيهم، قرر انه يقولها لدارهم والام ديالو غادي تقولها للام ديالي. ماما ما رفضتش، ولكن لما قالتها لبابا قال ليها قولي ليها تكمل قريتها، بحكم انه تيعرفهم مزيان تيعرف تصرفات عائلته كيف دايره، وزائد انه ما هزش غير راسو هز مع عائله على قدها وخوتو الاخرين ما كانوش خدامين. فهاد اللحظه ملي بابا قال هذيك الهضره بقى فيا الحال وبكيت، صافي بقينا هكاك حتى تنسى الموضوع نوعا ما. ما داش بزاف وغادي يجي عيد ميلادي، وبما انه هو الحبيب ما كانش قريب ليا غادي يصيفط ليا فلوس كهديه، مشيت خرجتها والورقه باش شديتها ديتها معايا للدار ونسيت ما قطعتها. بابا غادي يتلاقاها وشاف التفاصيل اللي فيها بدا كيغوت، وانا ما يصحابليش دايره بحال هكا وما ربيتكش على هاد الشيء، واحد 15 اليوم كنت عايشه المرار، ما كنتش باغا يحصل عليا بابا شي حاجه بحال هكا، غنفكر بعقلي وغادي نمشي عنده وغادي نطلب منه باش انني نجلس انا وياه شي دقائق غير باش نشرح ليه. فعلا جلسنا وشرحت ليه وقلت ليه بلي داكشي اللي على بالك بابا راه ما كاينش منه، قال لي انا غادي نقول لك زوج كلمات حطيهم بين عينيك وانتيا شوفي مستقبلك فين كاين وفكري مع راسك، هذاك ولد الناس تخيلي جاب ديك الورقه واستعملها ضدك، اولا اذا جا هذاك ولد الناس وقف عليك قدام الدار وقال لك اري ليا فلوسي دابا واستعملهم ضدك شنو غادي يوقع من بعد؟ في ديك اللحظه
بحال صرفقني. تمنيت لو كان هاد الجليسه نديرها معايا شويه قبل، كنأكد لكم ما كانش غادي يوقع هاد الشيء اللي غادي نحكي لكم دابا. بحال وحاني اولا فيقني غادي نصيفط ميساج لهداك فلان وقلت ليه انا كنتسناك في دارنا اذا ناوي معايا المعقول، حيت دابا راه الخبر شاع وما غاديش نقدر نبقى كنتلقى بك، راك عارف شنو كاين. هو ما تقبلش هذيك الهضره، وهنا فين غادي نكتشف الوجه الاخر، غادي يحطني امام الامر الواقع. قال لي اذا ما تلاقيناش دابا غادي نحط تصاورك. هذاك النهار داز عندي بقى كنعقل كحل، كنطلب وكنرغب عافاك الا تصوري وليدي، انا مزوقه فكره وليدي كيفاش غادي يبقاو يشوفوني من هنا للقدام. قال لي فلوسي بغيتهم دابا، واي حاجه جبتها لك حطيها لي دابا، كاع داكشي اللي دوزت معاه غادي يعيرني به. وكلام بابا ها هو بان. انا بقيت تنقول مع راسي واش هذا هو الانسان اللي كنت ناويه نكمل معاه حياتي وضحيت معاه وناويه ندير معاه داري ومستقبلي؟ يعني هادشي اللي دار ليا لو كان مطراش دابا كان 1000% غادي يطرم بعد الزواج. جاب الله مولانا عطاني اشاره باش نفيق بها ونعرف حقيقه هذا الشخص. انا فاش شفتو بحال هكا سديت عليه كلشي، غادي نحيد الواتساب وحيدت حتى النمره ديالي، حيدت كلشي. هو ما خلى ما دار غير باش يلقى منين يدوز ليا، غير باش يدوي معايا ويتقرب مني. تخيلوا لدرجه السناقي اللي كنت كنمشي منهم وليت كنبدلهم وبسببه هو، غير باش ما نبقاش نتلاقى به اولا نسمع التهديدات ديالو. واحد النهار تلاقاني صدفه انا وماما ويتعرض ليا وبدا كيهددني، غادي ندير ليك غادي نفعل ليك. هادشي كله كان قدام ماما اللي حتى هي كان موقفه فهاد اللحظه، غيعاود شنو دوزت معاه بالتفاصيل وقدامها. انا ذاك تمنيت لو كانت شقات الارض وبلعتني، ندمت على اي حاجه درتها معاه او وقعت معاه، ندمت حيتاش ما خدمتش عقلي. ماما غوتات علي علمتني ولكن ستراتني باش ما يوصلش الخبر لبابا. يا ريت كون كنت نفكر بعقلي وماشي بقلبي، ما فكرتش اشنو غادي يطرى من بعد ولا واش هادشي صائب. انا لدابا باقي تنعاني من هادشي، بعد المرات كيبان ليا من بعيد وتنكون يلا خارجه وتنعاود ندخل للدار، تندير بالنقص غير باش ما يجيش وجهي مع وجهه، كنتفادى هذيك اللحظه اللي تجي عيني في عينيه. تخيلوا دابا هادشي داز عليه 3 سنين ولكن عارفه بلي انه غير غادي يشوفني غايقول لي نفس الهضره ونفس التهديدات. انا عارفه بلي انه كاين فيكم اللي غادي يقول لي سيري ديري به شكايه، راه بامكاني نديرها ولكن بيا غير والديا. ما بغيتش نكبر الامور حيتاش الا وصلت الامور عند البوليس فمباشره غادي توصل لدارنا، خصوصا لعند بابا. ما بغيتش نحطو في هذا الموقف وندخلو في واحد الباب اللي يقدر يتاذى فيه، داكشي اللي مخليني ساكته. ما بقيتش كنحمل مدينتي اولا نمشي ليها غير باش ما نتلاقاش به، حيتاش ما بقيتش كنمشي فيها باريحيه، واذا خرجت كنخرج بحال شي مجرمه كل مخبيه، وكنرجع تنجري غير باش ما نتصادفش معاه. تمنيت لو كان بابا كان قريب مني، ما كنش يمكن غادي نغلط. الفراغ ديالو خلاني نكون مع الشخص الغلط. انا لدابا تنعاني من فراغ الحب ديال بابا. انا اليوم عندي 23 سنه وهذه سنه باش بدلت المدينه وجيت خدمت في مدينه واحده اخرى. تخيلوا بابا عمره ما جا شافني حتى فين كاريه ولا شنو خصني ولا واش عندي شي حاجه، ولا يصوني ليا ويقول ليا الو بنتي واش مغطيه واش انتي بخير. انا ما عرفش واش هو هادشي تيجي عادي، ولكن انا تنحس بلي انه هاد التصرفات كيضروني في قلبي. ايام المراهقه كتكون صعيبه وكيخص الاب يكون هو السند، يكون كتحسي به، يكون تينبهك. انا في دوك الايام مع هذاك الشخص خليت ليه هذاك الفراغ اللي غادي يستغلو بطريقه غلطه. كان تيبان ليا في هذاك الانسان كميه ديال الحنان والحب اللي حيدو ليا بابا، او بالاحرى كنت كنتسناه منه، وللاسف كان تيسحب لي بلي انني غادي نتلقى عند غيره. هادشي اللي خلاني نغلط غلطات كبير وندم عليه ونخلص عليه ليومنا هذا. العبره من قصتي للبنات المراهقات ما تثقوش. انا عارفه بلي في هذا السن خصوصا كنكونوا معميين، ولكن تاكدوا بلي انه ما كاينش شي حضن من غير ديال الوالدين، واخا يكونوا تيبكيوك او يكونوا قاسيين. ما تصيفطوش تصوركم وكيف ما بغاو يكونوا وحتى الفيديوهات ديالكم مع شخص دخلكم باسم الحب. هادشي ما كيتمسحش وكيبقى تابعك يمكن طول حياتك. داك الانسان اللي نتوما معاه واخا يبان لكم بلي انه تيموت عليك، ما تنساوش بلي انه الشيطان ديما حاضر، وحتى حاجه اصلا ما غادي تبين لك بلي انه راه كيبغيك حقيقه من غير انه يصونك وما يأذيكش حتى تكوني ليه حلال ويدخل من باب الدار وماشي من الشرجم. اهم حاجه ما تشاركوش اموركم العائليه مع الغريب واخا يقول لك تيبغيك، حيت شحال ما طول الزمان غادي يعيركم به. ويا ما تعيرت بصراعاتي مع والديا
اللي كنت تنشاركها معاه، لكل أنثى، لكل مراهقة. نهار تكبري وتنضجي غادي تندمي بزاف على الماضي اللي دوزتي، حاولي تخليه نقي. أما للآباء عافاكم، تجمعوا مع أولادكم، حطوا معاهم النقط على الحروف، وعيوهم بالتي هي أحسن. وكيف قلت لكم، لو كان بابا دار معايا ديك الجليسة قبل ما يكتشف لديك الورقة، ما كنتش غادي نطيح في هاد الشيء، وغادي نفيق وغادي نعرف بلي أنني غلط. تمنيت لو كان دار معايا هاد الجليسة مرة وزوج وثلاثة. وبطبيعة الحال بعيدا على القمع وعلى التصغير وعدم احترام ذكاء الأبناء. وهذه رسالة أنا مني كصاحبة القناة كنوجهها لكل أب ولكل أم. إذا كنتوا كتلاحظوا تقريبا جميع قصص ديالنا تيكون عندنا فيهم المشكل راجع من الأساس، واللي هما الوالدين، أو بمعنى آخر الأب. الفراغ ديال الأب كيخلي الأنثى أنها تمشي تقلب فين تعمره ومع شخص غلط. راه كل طفل وكل مراهق وكل شاب محتاج جليسة مع والديه، محتاجهم يكبروا به، يتكلموا معاه كشخص ناضج وعنده كلمة. محتاج أننا ما نقمعوش، ما نصغروش منه، ما نأديوهش بكلامنا، نعبروا لهم على الحب ديالنا، ونذكروهم باللي أننا كنبغيوهم وحنا دائما معاهم. إذا عبرنا على الحب ديالنا لولادنا بالكلام غادي يكون أحسن وأرقى، والدماغ والقلب غادي يستوعبوا. وهذه هي حكايتنا الليلة، درس قوي لجميع الفتيات وكذلك الآباء. كنتمنى حلقة اليوم تكون نالت إعجابكم ووصلتكم منها الرسالة. ما تنسوش كدائما وأبدا أنكم ما تبخلوش على عفراء بكلام طيب وجميل بحال وجوهكم. شكرا على تشجيعاتكم، شكرا على طيبوبتكم، شكرا على حبكم. فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. نتلقوا في مقاريب غدا ولا بعد غدا. سلام سلام.